الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإسلام جاء يعزز في الناس اليقين، ومن علامات وهن اليقين البخل. من علامات وهن الدين البخل، ولذلك قلت: وفي البر سر السر، والجود رفعة، وبالبخل تقطع ما يفاض من المد. لذلك لابد أن يتحلى المؤمن بالسخاء والكرم والجود. عايزين نفرق ما بين الجود والكرم والسخاء، أيهما أرقى وأعلى؟ الكرم ثم الجود وأقلهم السخاء. قال: السخاوة هي أن تعطي من يسأل، والجود أن تعطي من يسأل ومن لا يسأل، والكرم ألا عطاء ليس مخصوصا بالمال، إنما عطاء مالي مادي معنوي أخلاقي حسي، كله. الكرم ها هو كرم شمائل، كرم يشمل كل الطباع، من عفو ومغفرة وصفح وستر. يبقى كلمة الكرم معنى إيه؟ شامل جامع لكل الكمالات الإنسانية، كمالات الربوبية، كمالات المحمدية، اسمها كرم. إنما الجود أن تعطي من غير أن تسأل. طب والسخاوة، واحد قال لك هات 10 جنيه، أعطيته 20، هذا الراجل سخي، بس سألته، لولا سألته ما كانش عطاني، كان عمل نفسه مش واخد باله. فده يحتاج تذكير دايما، ده الساخي. طب والجواد، من غير ما يسأل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو احنا لازم نتعلم السخاء في رمضان، لازم نتعلم الجود في رمضان، لازم نتعلم الكرم في رمضان. سيدنا ابن عباس بقى بيقول ان سيدنا النبي في رمضان كان هو من غير رمضان كان اجود الناس، يعني ودود، يعني يعطي ما لا يستحق لمن لا يستحق، من غير ما يسأل. من غير ايه؟ ما يسأل، يعطي من غير حساب. كان أجود الناس بالإيه؟ بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان، قال ليه؟ قال: حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. يعني سر إن النبي كان بهذا العطاء الواسع المدى في رمضان، قال: عشان كان بيجي جبريل يدارسه القرآن. بقى أنت يا رسول الله في شهر رمضان محتاج تذاكر القرآن؟ قال: سيدنا النبي كمان كان بيسيب كل حاجة ويقبل على كلام الله. وكان في ماذا تعلمنا من رمضان؟ تعلمت من رمضان تقوى الله في السر والعلانية، البعد عن الكلام، الفضول الكلام، البعد عن فضول الطعام، البعد عن فضول المنام، البعد عن كثرة الأنام. اللي ملوش داعي ما فيش منه، ما هيضيع وقتنا. زهد في الطعام، وزهد في الكلام، وزهد في المنام، وزهد في الأنام، هذه اللي تعلمناه من رمضان. وإيه كمان تعلمناه من رمضان؟ تعلمنا من رمضان الجود، دروس المستفاد. أصلا تخش رمضان وتطلع مش خدتش بالك، كنت بتدور على الثواب وخلاص. ماذا تعلمت من رمضان؟ تعلمت من رمضان الجود، أن أعطي من غير حساب، من غير سؤال. مش لازم الفقير يخبط على الباب ويعيط لي ويقول لي: والنبي طب شايف البطاقة دي رقم كام؟ وشايف أنا جوزي ميت؟ مش سأل. كفى بالمرء مذلة أن يقف على بابك ويبسط يده، هو زي ما واقف على بابك، ما أنت واقف على باب الله. أعطي من غير أن تسأل، تعطى قبل أن تسأل وقبل أن تسأل. زي ما هتعمل هنعملك. وقفت الراجل عملت له كشف هيئة عشان تديله 20 جنيه، طب ما انت مش طلبك هنأخره عليك شوية عشان نعلمك ان السائل ما يتعاملش كده وما يتعاملش معاه كده. امال السائل نعمل معاه ايه؟ نلاحظه بالملاحظة ونرحم انسانيته وما نتعبوش. ليه؟ لانه غالي قوي على ربنا، لأن الفقير ده أغلى حاجة عند ربنا. وبكرة لما نقابل ربنا هيأخر الأغنياء ويقدم الفقراء، يدخلهم الجنة قبلنا ب50 سنة. ليه؟ عشان عزاز على ربنا. يا ما تأخروا في الصفوف، يا ما الناس جابتهم ورا، ويا ما الناس اتأففت منهم، ويا ما الناس طردتهم من على الأبواب. سيكون للفقراء يوم القيامة عزة مشهد، هيكون أول الصفوف في اللواء، لأن سيدنا النبي إيه؟
يكافل الفقراء. هيكون للأيتام يوم القيامة مشهد عزة على يمين النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعز الله فيه الأيتام بحضن حنان محمدي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا واللي أكرموهم معاهم واللي ستروهم معاهم. أيوة لابد نفهم. طيب فهمنا، علمنا إيه؟ رمضان كان أجود من الريح المرسلة، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود أجود أجود، ثلاثة أجود، أحمد أحمد أحمد، ثلاثة يعني بلغ ذروة سنام العطاء حضرة النبي، وده في الطبيعي، وكان في الطبيعي أجود من الريح العاتية اللي تشيل كل اللي قدامها من غير حساب. أما في رمضان ساعة يجي جبريل يعلم القرآن، سيدنا النبي بيقول لك جاءه جاله أموال من أموال زكاة من البحرين، وده الحديث في البخاري، يقول لك وهذا كان أكثر مال أتي به إلى النبي في حياته، يعني ثروة 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 البيت، مال المسلمين ثروة كبيرة جدا. فسئل النبي ماذا نفعل به يا رسول الله؟ قال انثروه في المسجد. ايه ده؟ هو المال رخيص عندك كده قوي؟ ايوه. ايه يعني؟ ايه يعني؟ نعم، ما هو عبد الغني. قال انثروه في المسجد، يعني حطوه في الجامع. فنثروه في المسجد. يقول الراوي فخرج صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فلم يلتفت اليه. شوف الترفع الإنساني، أنت أغلى أغلى وأغنى بربنا من كل ده. فخرج لفت نظري وأنا بقرأ الحديث ده، يقول إيه؟ فخرج ولم يلتفت إليه، فلما قضى صلاته أقبل إلى المال فوزعه على كل من في المسجد من غير ما حد يسأل، غني فقير كله خد 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 خد، ولم يبقى درهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا إيه الصحابة؟ ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وقال لا. كلمة لا ما عرفهاش إلا في التشهد، ولذلك كان المتشبه به سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين، لما كان يقول إيه الفرزدق فيه؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، دوست رجله تعرفها مكة، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قتل، هذا الذي لم يقل لا إلا في تشهده، ولولا التشهد كانت لا أهون عام. ما جابها منين دي؟ اتعلمها فين؟ في مدرسة جده. الجينات حكمت، الوراثة المحمدية حكمت علينا إن إحنا إيه؟ إن إحنا ما نقولش لا. ادي حتى لو راكب على فرس، لو انت شايفه اغنى منك، كفى بالانسان مذله انه بسط كفه للسؤال. فبلاش حكايه التحقيقات دي، علشان هتاخر عليك طلباتك. عايز تاخد ما تتحاسبش، ادي وما تحاسبش. عايز ترزق من غير حساب، ادي من غير حساب. بلاش عشان ما نوقفكش على دائرة الأسباب. أنت بتاخد ما لا تستحق، وإلا الغنى مش مستحقك، ما أنت بتعصي ربنا. الغنى مستحقك؟ لا. المال بتاعك؟ لا، ده احنا أعطيناه لك ونسبناه إليك. طب زي ما هو مش بتاعك، احنا بنقول لك ادي كل اللي سأل. فهمت؟ فيبقى علمنا رمضان إيه؟ الجود. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة ست من حبها في سيدنا النبي، ما هو الإسلام علمنا نماذج محترمة من النساء، ياما سيدات أرتنا في الإسلام نماذج تحترم، لكن النساء في زماننا عايزة تتعلم كتير حب النبي، عايزة حد يسمعها عن النبي. لما جف الخطاب من حب النبي بقينا ابتلينا بأسر متهتكة، ما بقيناش عارفين البيوت مش عارفين نعيش فيها. ليه؟ عشان ما علمناش البت ولا أمها ولا ستها ولا خالتها ولا عمتها حب النبي.
هذا هي السقيا الروحانية اللي بتعمر البيوت. الست دي من حبها في سيدنا النبي عملت ايه؟ يقول عملت شاملة لسيدنا النبي، يعني زي شال كده يحطه سيدنا. والحديث ده في البخاري برضه، صنعت شاملة، طرزت شاملة حلوة كده يحطها النبي كده على راسه وعلى كتفه. فيقول إن يقول لك الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب بها وأخذها محتاجا، يعني حس إنها لايقة عليه ففرح بيها واحتاج إليها تدفيه. فلما دخل المسجد كل الصحابة شايفين أن دي هدية حد جابها للنبي، فقام واحد قال له يا رسول الله ما أجمل هذه الشملة، اعطنيها يا رسول الله. فخلعها صلى الله عليه وسلم وإيه وأعطاه إياها، ثم أكمل مجلسه وقام. قام جه واحد عمل له إزاي؟ قال مسكوا الراجل، يا أخي أنت شايف النبي كان فرحان بالشملة الجميلة دي، لما طلبتها منه؟ قال والله ما حملني على ذلك إلا إني أردت أن أتبرك بها وأجعلها في كفني. بس النبي قال له دي هدية، والهدية لا تهدى. هذا الذي لم يقل لا إلا في تشهده، كل خد عطى عطى كف كفوف لا تعرف الحرص. رسول الله بالروضة أتينا، فطلع البدر من الحجرة علينا. رسول الله بالروضة أتينا، الله الله، فطلع البدر من الحجرة علينا. الله الله، فيا بشرايا والقبة تجلت، الله الله، وهذا أحمد يبدو إلينا. رسول الله بالروضة أتينا، الله الله، فطلع البدر من الحجرة علينا. الله فيا بشرايا يا قلبي تغنى، الله الله، ودند لا ملام إذا علينا. الله الله، يا بشرايا يا قلبي تغنى، الله الله، ودند لا ملام إذا علينا. الله الله، فهذه حجرة الهادي نبينا، الله الله، وذاك مقامه يبدو إلينا. رسول الله بالروضة أتينا، فطلع البدر من الحجرة علينا. الله